صباح الخير مجددا مشاهدينا، ختامة مسك اليوم لكل الأمهات اللي عم بتابعونا مع خبير الطاقة والجمال كلود سعد. واليوم كلود يعني بمستحضرين بمستحضر واحد رح يكون خالة الكافيار والبوتوكس لحتى تكونوا عم تاخذوا نتائج بتاخذ العقل. بدي عايدك كلود انت وعائلتك اكيد وكل الأمهات عائلتك، وقول لك صباح الخير وشكرا على كل الهدايا اللي اليوم رح تكون عم تزين حلقتنا. صباح الخير لك ولكل مشاهدينك، واكيد انا بدي عايدك لانه انت ام بكل معنى الكلمه بهالنضال اللي عم تعمليه بهيدا الحياه، وكلنا بنعرف قد ايه انت عم تكوني قدها وقدود، وبعيدك ومن خلالك بعيد كل الامهات اللي عم بيشوفونا اليوم. طبعا ناتشورلي كلود، بدايه بدي اياكم تكثفوا الاتصالات لانه اليوم كادويات لعيد الام، في اغلى من هذا العيد بالسنه، ما بتصور في اغلى منه، في حدا ما بينتظر هذا العيد، كلياتنا بننتظره لانه انتم بتعرفوا الام ما بتتكافى بشيء ابدا، شو ما عملنا لها ما بتكفيها، وما حدا بيعرف قيمه الاهل الا ما يتجوز ويصير عنده اولاد. عاد بنعرف نحن اهلنا شو كانوا يتعذبوا، الامات قد ايه كانت تتعذب، هالام قد ايه كانت تتعب، قد ايه كانت تسهر، قد ايه كانت تبكي وقت نحن نوجع، وقد ايه كانت تبكي وقت نحن بينقصنا شيء او بنكون نحن يعني بحاجه لاي شيء نحن بيكون بدنا اياه، وهي قد ايه بتكون عم تنقهر كرمالنا. بتعرفوا الام كانت تخبي اكل ما تاكلوا او حلو ما تاكلوا كرمال للطعمة اولادها. هيدي الام العظيمه نحن وياكم بدنا نكرمها اليوم. نحن كناتشورلي كلود اللي قادرين نعمله رح نعمله بالكادويات، ولكن كمان الاوفريت كلياتها مثلكم عم تشوفوها على الطاوله كمان بعدها نحن موجوده. حتى اليوم اخترت لها شيء مميز اللي هو الكافيار. هون فتحته انا، هذا الكافيار كلكم بتعرفوه وكلكم شايفينه. هذا الكافيار هو من اعظم البرودويات عند ناتشورلي كلود، لانه دائما وقت بقول الكافيار يعني عم بحكي عن زيت الكافيار، في بقلبه الهيارونيك اسيد، في بقلبه الكوجاك اسيد، في بقلبه الالاستين، في بقلبه غذاء الملكه، كمان حاطين بقلبه جنين القمح لانه هو غني بالفيتامين اي. هولي عناصر جدا قويه كرمال لتشل التجاعيد الغليظه بقلب البشره تبعي. بالوقت ذاته كمان بيقوي لي، هو كمان بيقوي بشد لي هيدي الرقبه كلياتها حتى ما احس حالي انه بس انا عم صلح وجهي ورقبتي عم بيكون فيها ترهل كثير قوي. ناتشورلي كلود اليوم شو بتعطي زياده للكافيار ك قيمة مضافة له كرمال ليكون عندنا قوة بقلبه. اليوم أنا اخترت أنه أنا بدي أحط له البوتوكس. كلنا بنعرف البوتوكس هو فيلر معمول من مادة اسمها الهيارونيك أسيد. هيدي المادة اللي عندنا إياها نحن مقويينها كثير، غير البرودويات، لأنه في أشخاص عم يدقوا لي عم بيقولوا لي نحن طيب عم نشوف دعايات لهيارونيك أسيد. الهيارونيك أسيد بس لفهمكم شغلة عنه. بكل بلدان العالم قالوا رح نحط المادة الهيارونيك أسيد ونعمله سيروم أو نحطه ببرودوي معين، بس ولكن هن عم بيقولوا أنه النسب تبعه بتكون قوية خفيفة، خايفين من شغلة وحدة أنه هو رح طبعا رح يفوت على طبقة جلدية، بس بخافوا. أنتوا بتعرفوا كل التركيبات العالمية الشركات من الإحمرار، ليش؟ لأنه بتكون البشرة سنسيبل كتير بشكل أنه ما بتقدر تحمل هذا الهيارونيك أسيد. نحن بنعرف كلياتنا انه البشرات العربية يعني نحن من ضمنها هي بشرة اقوى بكثير من الاثيوية، اقوى كثير من الاوروبية، مش هيك نحن بنتحمل هيدي القوة بدون ما تعطينا اي احمرار. نحن من 2013 اليوم نعطي بوتوكس للعالم كتر خير الله، ولا حدا قال لي عطى احمرار، مش هيك ما تخافوا من هذا الموضوع ابدا. اوكي، شو بدي اعمل انا؟ لاعمل هيدا الكريم، وهيدا كمان خليه لعيد الام، وهيدا الكريم رح يكون كادو كمان لعيد الام من وراء الاتصالات تبعيتكم. طبعا اتصالات عم تكون على الشاشه، خلينا نشوف هيدا هون. اوكي، عم تشوفوا قدامكم. اوكي، طبعا بدي غنيه يعني بدي قوي، طبعا بدي كتر شوي وارجع اخلطه قدامكم مثل ما خلطت الذهب اللي كمان عم تشوفوه على الشاشه. كريم دو ماما سميناه وقتها وعطى نتائج كثير كثير قويه وكثير مرتبه. عم تشوفوا كيف عم بيصير.
هذا الكريم لك فظيع، عن جد فظيع، غريب كيف بيطلع الهيالورونيك أسيد مع الكافيار مع زيت الكافيار. اوكي اخذنا شوي منه حطيناه هون، رح ادهن على ايدي. اوكي عم تشوفوه ليك الطبقه اللي بتعطيها وكيف بدها تشربها بثواني، رح تعطي طبقه حلوه. ليك اللمعه، شفتوا اللمعه قد ايه قويه؟ غريب اللمعه تبعيته عم تشوفوا، وما بيدبق ابدا، بالعكس هلا ثواني بينشف واللمعه بتضل حلوه، بتضل ريكزي وبتعطيها رونق. كيف نحن لازم نحط الكافيار على الرقبه؟ طبعا من تحت لفوق. وقتها نحن بدنا نبلش على منطقه الخدود، مثل ما قلت دائما باخذ هول وبنزل فيه بيطلع فيهم هيك. على طول بدي اطلع هيك، انا بدي اقسم الوجه تبعي، بدي اخذ كل عضله بعضلتها واشتغل علي ابدا، حتى وقت بدي اعلي الجفون تبعي، بدي اعلي هيدي المنطقه، كان باي سيروم بستعمله من تشيري كلوز كمان بدي اشتغل عليه تاب تاب. اذا بدي اشتغل على الواجهه راح اشتغل على الواجهه بذات الوقت. طبعا الاتصالات بلشت تجينا، بدنا ناخذ اول اتصال معنا. الو الو الو، ينعاد عليك مدام. ميرسي وعليك وعلى امك وعلى اهلا وسهلا. مين معي؟ معك ميراي. ميراي اهلا وسهلا فيك، من وين عم تحكينا؟ عم بحكيك من الحدث. ايه اهلا وسهلا فيك وكل اهلنا بالحدث. بعيد الام شو بدك تخبرينا شيء؟ عندك شيء تخبرينا اياه عيد الام؟ الام تعرف الام ناشطه حياتها. نحن اصلا نحن بدنا عيدك وعيد كل الامهات من خلال هالاتصال الحلو. طبعا انت قليل عليك هذا الكادو، على كل ام قليل، بس نحن عم نعطي جيستات بس. هذا الكادو عملناه خلطناه قدامك سبيسيال لعيد الام لنقدم لكم اياه بهالعيد الحلو. هذا رح يكون لك وفيك تستلميه من عنا من الشركة تبعيتنا بمركزنا بسد البشرية على الهاي واي. نعم. على جديدي وطبعا تليفوناتي عم تمرق اللي هو 03-133-999، بنعطيكم لوكيشن وبتجوا لعنا بتسلموه، أهلا وسهلا فيكم. طبعا هيدا اللي حابب يشتري، يعني في عالم يمكن ما تقدر تتصل، كمان عامل له أوفر كتير حلو مميز. أنتوا بتعرفوا الكافيار هو حقه 85 دولار، كلكم بتعرفوا هذا الموضوع، السعر تبعه قد ايه غالي. نحن عيد الام عاملينه هذا، يعني هيدي الخلطه الكافيار مع الهيالورونيك اسيد يعني مع البوتوكس خلطينه مع بعضهم، واصل لعندك ب 20 دولار. ما رح يعني بدي احاول، انا ما بدي اعمل شيء الا احاول بس اتواصل معكم بهذا الموضوع بدون اي ربح، بدون اي شيء، ما بدنا نحط شيء بهذا الموضوع ابدا. انتم عم تشوفوا على السوشيال ميديا قد ايه عم تنباع الكريمات كلياتها وقد ايه غاليها، وانا عارف هذا الموضوع، ونحن كلنا عايشين بهذا البلد وبنعرف الازمات اللي نحن عم نمرق فيها، بس ولكن بدنا نحاول نحن وياكم يضل عندنا بشره نضره وبشره حلوه، حتى الاشخاص اللي بده يهدوا اهلهم يعني اماتهم يقدروا يهدوهم كريمات، وفي يعني في كثير انتم عم تشوفوا الاوفرات كلياتها الموجوده، بس يقدروا يهدوا كريم يتخلي هالام وجهها كثير حلو كثير نضر. بالقليله مثل ما بقول دائما الام بتحب تطلع على المراية تشوف حالها صغيرة، هيدي طبيعة الإنسان. نحن ما بنحب نكبر، نكبر بالعمر بس، ولكن ما بدنا نكبر نحن بالوجه تبعنا، لأنه أنا قلت دايما نحن عنا 4-5 سنين اللي قطعوا خسرناهم من عمرنا، كبرونا 10 سنين لقدام. ناتشوري كلود عم تشتغل ببرودويات عم تحسنها وعم تقويها لنقدر نعوض هال4-5 سنين اللي خسرت البشرة تبعنا كتير من العناصر الأساسية اللي هي فيها. خلي اخذ اتصال تاني. ألو ألو صباح الخير. ألو الو، يمكن قد ما في عم بيقولوا لي في ضغط كثير قوي مشان هيك عم يقطع التليفونات دغري. طبعا بدي ارجع اقول الام بدها شيء يعطيها نضاره، بدها شيء يصغرها، بالوقت ذاته بدها تفرح بالوجه تبعها. هي عم بتقول انا بدي رتب البشره تبعي، بدي خلي هالبشره تكون مرتبه، يعني ما فيها تجاعيد، ما فيها ترهلات، ما بحس حالي عيني منتفخين، الشفون تبعي قشطه كلياتها، لا، بالقليله اذا قعدت بالمجتمع حس حالي عندي بشره مرتبه، هيدي اهم شيء عند الام او عند اي بشره نحن بحاجه لها.
خليني اخذ الاتصال لنشوف اذا علق. الو صباح الخير. كمان عم بضغط كثير قوي، ما عليه اتصلوا نحن موجودين معكم اذا الله راد. مطولين شوي كرمالكم لانه اداره الاو تي في قالت انه هذا عيد عظيم رح نفتحه قد ما فينا للهواء حتى كل العالم تستفيد من هذا الموضوع. بدي ارجع على الخلطه اللي عملتها انا وياكم بمناسبه عيد الام. شوفوها هيدي الخلطه اللي حطيت فيها سبع انواع من الفيتامينات مع الذهب طبعا اللي عم تشوفوه على الوجه. كل العالم اللي استعملته، يعني انا صرنا اسبوعين عم نحكي فيه، كل العالم اللي استعملته لهذا الكريم، يعني حتى نحن كشركه انصدمنا ودينا على فرنسا على اللابوراتوار، قلنا لهم عم يعطي فعاليه غير طبيعيه، لانه هن كانوا عم بيقولوا لنا بدنا نعرف ردود الفعل، لانه صار غني كثير، وقتها بيكون الكريم غني كثير وعنده كثير قوي من العناصر الفيتامينات الى ما هنالك، بخافوا ليكون في بيصير في احمرار بالبشره. فوقتها قلنا لهم لا ما في احمرار كتر خير الله، وعم يندهشوا من الفعاليه، يعني باسبوع عم يتغير الوجه، عم يتغير كيف، عم يتفاجئوا بهذا التغيير القوي، وعم بيقولوا لي طب هذا رح يضل، يعني فينا ناخده دائما، فينا نستعمله دائما، لانه عم يتفاجئوا فيه. حتى جيرانهم، حتى اهلهم، حتى اخواتهم للسيدات اللي اخذوه رجعوا طلبوه مره واثنين وثلاثه، لانه عم يندهشوا فيه. بعده سعره هو ذاته ب 20 دولار واصل لعندكم. ليش؟ لانه عيدكم هيدا، لازم تفرحوا. خلينا ناخذ اتصالات ما نطول عليكم. الو صباح الخير. الو الو صباح الخير، مين معي؟ بونجور. بونجورين، معك ماري. اهلا وسهلا ماري، من وين عم تحكينا؟ من الفنار. اهلا وسهلا فيكي، اهلا وسهلا فيكي. شو فيكي تخبرينا شيء عن عيد الام ولا لا دغري بنفوت بالكادو؟ نعم. شو حبي تقولي لنا للعيد الام؟ حبي توجهي عيديه لعيد الام؟ بدي عيد كل الامات والتيتايات كمان. ايه اكيد، تقولي بركي. انت مجوزه حضرتك؟ انت ام؟ لا انا بنت. يلا عبين ما نفرح منك وتصيري ام. على كل حال انا وياك رح نعيد ستك ورح نعيد امك بذات الوقت، صحيح؟ صح. فنحن رح نقول لامك هذا الكادو لإلك اللي هو الكافيار اللي هلا انا خلطته، فيكم تيجوا تيجي تستلميه من سد البشريه، بتحكينا على الواتساب نحن بنبعث لك الشير لوكيشن بتيجي لعنا، واهلا وسهلا فيكي وبتعملي لنا زياره بننبسط فيكي، كمان بنشوف لك البشره تبعك اذا كانت بحاجه لاي شيء او للوالده، واهلا وسهلا فيكم. ناتشوري كلود مثل ما بتعرفوا العروضات بعدها جاهزه لبلش لكم فيها حتى تستفيدوا. هذا الكادويات لعيد الام، اول شيء عندي هذا الكادو اللي هو الاكسترا كولاجين اللي بقلبه، في الاي تريتمنت اللي هو معمول من الالاستين حويل العين بيشل الانتفاخات والتجاعيد، وعندي البوتوكس فيلر كمان للخدود، وانتم بتعرفوا الخدود بحاجة جدا بحاجة لنحن نكبرها نعليها لتقدر تشد لي المنطقة كلياتها بالبشرة حتى ما يصير في عندي ترهلات حوالي التم، لأنه أنتم بتعرفوا وقت بيصير عندي هون الترهل وهون بيصير في عندي مثل تجاعيد قوية تزمزم بتكون هيدي المنطقة، فنحن مجبورين نعلي الخدود لتشغل معنا هيدي المنطقة كلياتها. ما في إلا البوتوكس بيشقلها، بنحطه هون تاب تاب بالوقت ذاته، برجع بقول بهول الصبعين برجع بعليهم كلياتهم وبدي اعمله. هلا بيقولوا لي البوتوكس قديه بضاين؟ البوتوكس بضاين ست شهور، مش هيك؟ عم لكم عبوه باسرع وقت ممكن، يعني هيدا هيدا البوتوكس هون بايدي، اوكي؟ وقت بدي احطه على الخد بدي احطه تاب 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 بقوي، قديه بحطه؟ سبع مرات، ثمان مرات بالنهار لاقدر استفيد من هذا الموضوع، بس بدي اقول لكم على شغله. انتبهوا وقت ما كنت تحطوه بكون تحطوا زيت الشيء على الخدين مع بعضهم، يعني ما تنسوا خد، يعني في ناس بيقولوا عم نحط بنرجع على الثاني بنحط شوي، لا بكون تحطوا حتى يطلع زيت الحجم، اذا حسيتوا فرق شوي ارجعوا على هذا الوجه يعني الخد الثاني رجعوا عبوه لحاله ليصير بزيت المستوى، وبرجع بعمل هذا التدليك. وإذا بعمل هذا التدليك بتساووا اثنيناتهم مع بعضهم، لانه الحركه وقوه العضله بتقوى اكثر بالخدود تبعنا، وهيك بيرتفع الخد. انتم عم تشوفوا قدامكم وقت ببلش اعطيه كيف بيغير الوجه تبعي، ما انا ليه حطيته قدامكم؟
لكم لتعرفوا اللي يستعمله بيعرف القيمة أو بيعرف الكلام اللي أنا عم بتحدث عنه، عن قوة هالبوتوكس اللي عندنا تشيرلي كلود أو هالفيلر. وين فيكم تحطوه؟ فينا نحطه هون على الشفيت، فينا نحطه على الجبهة. ولما نحطه على الجبهة مثل ما قلت نفركها، بنرجع بنعملها تاب 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 تاب، لازم يفوت على قلب البشرة تبعنا ليقدر يعبيها ويسكرها نهائيا. وهيك وقتها نحن بنحطه بأسرع وقت ممكن، يعني يمكن هذا يروح معنا أسبوع فقط ومهم نعبيه. إذا عبيناه بأسبوع بيكون كتير مهم، مش أنه بدي إياه يضيني شهر وشهرين ليضل، لا هو لازم يتعبى بأسرع وقت ليضاين ست شهور. مش هيك لازم قد ما فينا بالنهار. هلا في اشخاص عم بيقولوا فينا نحطه بعد الكريم، اكيد فيكم تحطوه بعد الكريم، وفيك وبكون تحطوه قبل الكريم، وبترجعوا بتحطوا الكريم وبعد نص ساعه بترجعوا بتحطوه فوق الكريم، وهيك هيك بيكونوا انتم عم تربحوا. طبعا اذا بدكم عم تستعملوا مثلا اكزامبل عم تستعملوا مثلا الاكرون، فيكم تحطوا البوتوكس ترجعوا بتحطوا الكريم اللي قلت لكم عليه، كان الكافيار ولا كان الذهب ولا كان البيرل كريم او اكسترا كولاجين، وبالوقت ذاته بتحطوا الاكرون، وبعدين نص ساعة فيكم ترجعوا تحطوا البوتوكس، وهيك بتكونوا عم تربحوا باسرع وقت ممكن. طبعا الاوفريت موجودة كلياتها. خليني اخذ على الاتصال. الو صباح الخير. الو بونجور. بونجور، مين معي؟ معك مدام حداد. اهلا وسهلا مدام، من وين عم تحكيني؟ عم بحكيك من الدكوانه. اهلا وسهلا فيك، قريبي علي انت. ايه اكيد. اهلا وسهلا. اي متى بدك تشرفينا؟ حسب الظروف هلا. اوكي، انت احكيني اذا بدك على الواتساب لاعطيك اللوكيشن وين بتكون. أوكي. وبتربحي معنا كمان كافيار اللي خلطناه قدامك، هذا من اعظم القصص للبشره. مرسي. واهلا وسهلا فيك، وبدي عيدك يا رب، وبدي عيد كل الاشخاص اللي عم تتواصلي معهم من الامات، ويا ريت بدقوا كمان قد ما فينا ناخذ اتصالات ليقدروا يستفادوا من هذه الكادويات اللي نحن عم نعطيهم اياها. طبعا ناتشوري كلود كنت عم تحكي نحن بالاوفريت اللي عم نعطيها، طبعا عندكم اربع اوفريت انتم فيكم تختاروا، عندكم ال 20 دولار، وعندكم 30 دولار، وعندكم 40 دولار، وعندكم التريو اللي 60 دولار، التريو يعني عم بحكي انا كافيار كريم، عم بحكي بيرل كريم يعني كريم نهاري كريم ليلي، وعم بحكي البوتوكس، هولي اعظم شيء بالكادويات عند ناتشوري كلود لا يعطوكم اسرع شيء قوي، وبالوقت ذاته بيصغركم 10 سنين، وتبقول 10 سنين صدقوني البشره رح تصغر 10 سنين من اول اسبوع، رح تشوفوا الفرق، وحتى جيرانكم رح يتفاجئوا فيكم. ليش؟ لانه ما معقول بشره بتتغير من يوم ليوم، هيدي البشره رح تتغير باذن الله. وانا بدي منكم شغله وحده، صوروا حالكم قبل وبعد وقارنوهم مع بعضهم، بتعرفوا انا عن شو عم بحكي، بتعرفوا كيف بده تختفي التجاعيد، بتعرفوا كيف هيدي هالخدود بدها تعلى، كيف بدها تشد هيدي المنطقه بالوقت ذاته الرقبه. اهم شيء طريقه الاستعمال لنستفيد منها، بلكم تكونوا كرمه شوي بحط الكريم لتستفيد هيدي البشره. ليش عم اقول هيك؟ بلكم كرمه، لانه في اوقات بشرات بتكون ناشفه، بتكون تعبانه، بيكون عندها تجاعيد غليظة يعني كتير قوية، هيدي التجاعيد بدها قوة فيتامينات لتقدر تنشط أكتر وأكتر وتقوى أكتر وأكتر. طبعا بدي أقول على شغلة كمان أساسية ومهمة، هو بدي أحكي فيه عن الفات أتاك لكل العالم عم تطلبه. الفات أتاك كلياتنا بنعرف هو صار مثل غذاء يومي. ليش عم أقول غذاء يومي؟ لأنه هو بيشلي بين 2 كيلو و 3 كيلو بالأسبوع، معمول فيتامينات طبيعية 100% يعني أعشاب، هي يعني محطوط بقلبه الجرين تي، الجرين كوفي، دانداليون، محطوط بقلبه الجينجر، هيدي الخلطة السحرية الأمريكانية. طبعا أنا جايبه أمريكاني هيدا، القوة تبعيته أنه بشل الدهنيات المكدسة بقلب الكرشي، يعني احنا بنقول البطن منغنجه، بس هي كرشي بشعة بالجسم تبعنا، وخصوصا هلأ نحن فتنا بالربيع وبداية هذا الربيع، لازم نتخلص من كل شيء نحن الشوائب والأكل اللي كنا نحن مخزنينه من الشتي لنقدر نظهر بجسم كتير حلوي. نحن من السحر يعني الرجيم منه سحر، أنه نحن قررنا اليوم بعد جمعة أنه طار معنا 10-15 كيلو، لا ما بتصير هيك. مش هيك لازم نبلش من اليوم بالفات أتاك لنقدر نكسر هالدهنيات بقلب الجسم تبعنا أو بقلب هالمناطق اللي نحن مخزنين فيها من الشتي هالدهنيات كلياته لنتخلص منهم.
طبعا الوقت كليته انتهى، انا بعتذر من كل السيدات اللي ما قدرنا اخذنا اتصالات، بس ولكن مثل ما قلت لكم الاوفريت بعدها موجوده، 20 دولار واصل لعندك، الكريمات اهم كريمات اللي حقه 85 دولار صار ب 20 دولار واصل لعندك. انا بدي ودعك وبدي اتمنى لك اجمل ايام بحياتك، ودائما بتمنى عليك تطلعي بالمرايه وتشوفي وجهك عم يصغر يوم عن يوم، ومش هيك بطلب انا من كل البنات بده يهدوا اماتهم، صدقوني اعظم كادو بالعالم هي امك تشوف حالها على المراية عم تشبهك، يعني قريبة على عمرك بالبشرة تبعها لتحس حالها بعضها صبية وعندها هيدي الجودة، ومثل ما قلت هو ترتيب البشرة من حلوة لأحلى دايما معك يا امي، يعطيكم الف عافية. شكرا اكيد لكلود سعد خبير الطاقه والجمال، وهلا صار وقت نودعكم من برنامج يوم جديد مني انا ومن كل زملائي بالبرنامج. يمكن بدنا نختم بانه نعيد اليوم الطفل، مش عن عبث كان عيد الطفل اليوم ب 20 اذار، الطفل يلي هو بيجعلنا امهات، الطفل يلي هو بخلي حياتنا بالفعل يكون له معنى آخر. نحن كأمهات ما إلى طعم حياتنا بدونكم أنتو، لكل أطفال العالم وين ما كنتوا إن شاء الله يا رب ما بتكونوا ولا نهار ناقصكم شيء من حقوقكم بالتعليم أول شيء، بأنه تكونوا عن جد بعيد عن كل بشاعة هالدنيا يلي عم تفرضها علينا الايام الصعبه اللي عم نمرق فيها. بدي عيد كل اطفال العالم واطفال لبنان تحديدا وكل امهات العالم وامهات لبنان كمان تحديدا، وبدي اقول لك ماما الله يخلي لي اياكي ان شاء الله بتدلك فوق راسنا انا ورولا وزياد. ما بحياتك كنت ام عاديه، كنت اخت وصديقه وكسبت ثقتنا، ونحن كمان اعطيتينا الثقه لحتى تكون رفيقه من نحن وصغار، يعني من زمن كثير طويل بدون ما نكبر حالنا. لكل الاميات يلي عم بتابعونا ان شاء الله بكون اسبوع حلو عليكم مليء مش بس بالهدايا، براحه البال والسلام والصحه اهم شيء. باي.